ازيكم يا اولاد؟ ازيكم يا بنات؟ النهاردة معانا فيديو جديد جدا، فيديو مش موجود على السوشيال ميديا. ايه ده؟ وانا بقلد برجو صح؟ بقلنا نعمل البداية بتاعتنا ولا نعمل البداية بتاعتنا ولا ايه ده؟ مش ملاحظ ان احنا بقالنا 3 فيديوهات بالتيشيرت ده؟ ما تيجي نغيرها. يلا ايه ده 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 ده؟ اوه ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو ايه علاقتنا باحمد السعيد؟ برجو عاش يا برجو عاش. برجو من الناس اللزاز الجمال، يعني برجو من الناس اللي هو الصراحه الرياكت بتاعهم بيعجبني برضك، ومن الناس المصريين اللي هم تبع العصابه. طبعا عارفين مين العصابه؟ مهاب شادي ونجم وهب. في واحد يقول لي ايه ده يا عم، ايه العنوان اللي انت كاتبه ده؟ ايه علاقتنا ببرجو؟ يعني في ناس هتفتكر العنوان ده مزيف، لكن لا، الحكايه صح، واخويا يحكي لكم دلوقتي. كان في برنامج اف ال استوديو زمان. طير كفايه كده بقى هزار لحد كده يا شباب، ويلا نبدا في الجد. كان في اغنيه هو عاملها، اغنيه كلام بفلوس. فاول ما نزلت الاغنيه بس عجبتني الاغنية وعجبني الكليب جدا، اغنية كلام بفلوس. برجو عاملها هو مصطفى الشق او مصطفى الشقي، ما علينا. فاغنية كلام بفلوس دي الصراحة عجبتني وكده، فقلت فيها ايه لما اعمل عليها ميكس، اعمل ريميكس اغنية كلام بفلوس. فالصراحة انا جت الفكرة دي، اول ما جت الفكرة على طول قمت اعمل الاغنية دي. انا كموزع موسيقي وكده، فاي بحب اي اغنيه يوتيوبر يطلعه كده بحب اعمل ايه عليها ريميكس. وبعديها عملت الريميكس، وبعديها اول ما رفعته الصراحه لقيت في ناس جت عليه كتير وحاجه حلوه، وناس دعمتني قالت لي حلو جدا الريميكس، عاش استمر، والله عاش استمر، عاش جامد جدا، حلو جامد فشيخ فاجر. في الاخر عجب ناس كتير جدا. في الاخر انا جاي اخش على الفيسبوك، انا كان متابع برجو كده على الفيسبوك، فدخلت لقيته منزل بوست على صفحته على الفيسبوك كاتب عاش وحاطط الريميكس بتاعي. فانا الصح فرحت، وفرحت انه ريميكس وصل له، فحاجه حلوه برضه اللي انت تتعب وتلاقي واحد ناس كتير تدعمك تقول لك حلو، وصاحب الاغنيه كمان يقول لك حلو، فحاجه حلوه. هو ده انا يا جدعان، عشان كل الناس اللي بتقعد تقول لي انت بتمنتج برنامج ايه، اقول برنامج جدعان اللي بمنتج بيه سوني فيرس. خلاص كده خلاص، ما تنساش كده توقف الفيديو وتنزل تعمل اشتراك من تحت قناه عشان نظبط لك فيديوهات كده حلوه. طبعا بعد كل الكلام ده انا صورت ستوري لبرجو وكتبت له عاش، قلت له عاش يا برجو عاش، قلت له الريميكس بتاع اغنيه كلام بفلوس، قلت له انا عشان عايزه يشوفها. فبعدين نزلها بعديها بيوم، دخلت اتفاجئت لقيته منزلها وكاتب عاش يا وحوش او عاش حاجه مش فاكر، او مبدعين او عاش يا مبدعين. المهم اللي هو دلوقتي يعني هو الميكس اصلا خطير، اخويا عامل الميكس ضرب نار اقسم بالله رجاله. فانصح ان كل الناس يدخلوا يشوفوه. ادي الميكس اهو، الميكس اهو رجاله، ميكس جامد. كليب كلام بفلوس تحت في الديسكريبشن، والريميكس كلام بفلوس تحت في الديسكريبشن، وقناة احمد السعيد برجو تحت في الديسكريبشن، قلنا اشتراك من تحت برضو بس مش في الديسكريبشن بس تحت. طيب ماشي، بس كده كان معكم ايه بي فيديو. سلام. مش محتاج اتكلم، قول انك بتمنتج عادي.